إلى ملفنا الأخير في هذه الحلقة إذن، فوسط استعدادات لانطلاق موسم جني الزيتون في الأيام الأخيرة من أكتوبر الحالي، تشير التوقعات إلى أن تونس ستسجل ارتفاعا كثيرا في إنتاج زيت الزيتون هذا الموسم، مع تحسن كبير في الإنتاج على المستوى العالمي. ورغم الإمكانات غير المستغلة، ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 58% خلال نهاية الشهر الماضي. هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا عبر الهاتف من تونس، الدكتور لحبيب عويلي، الباحث والاستشاري الاقتصادي التونسي. دكتور عويلي، مرحبا بك. يعني على الأقل هذا الموسم من جني الزيتون ربما عوض كثيرا انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الأخرى كالقمح. أهلا وسهلا بكم وبمستمعينا ومستمعيكم الكرام. تمام، زيت الزيتون وعلى مستوى الإنتاج ربما ليس كسنوات الفائتة، ولكن على مستوى القيمة المضافة المستوى جيد وجيد جدا. هذه الزيتونة كما يعلم السادة المستمعون لها تاريخ ضارب، يعني في الحضارة وفي التاريخ القرطاجي التونسي وما قبل ذلك حتى إلى الحضارة القبصية ربما لثمانية 8000 سنة. الزيتونة الثابتة حتى بعد أن حرقت روما كارتاج ثبتت الزيتونة، وذهب كتاب العالم التونسي القرطاجي ماغون إلى روما وأسس إلى الزيتونة ليس في تونس فقط وإنما في المتوسط. هذه الزيتونة حققت هذه السنة أرقاما قياسية، حيث تمكنت تونس من تصدير 190,000 طن وبعائدات تجاوزت 5 مليار دينار، أي حوالي 1.6 مليار دولار. وهذا رقم قياسي وجيد لأسباب سنشرحها فيما يلي. هي قيمة مضافة إذن دكتور الحبيب، يعني وفي المقابل مع انخفاض إنتاجية إسبانيا مثلا، هي الدولة الأولى في إنتاج زيت الزيتون في العالم، الآن تونس الدولة الثانية في العالم في إنتاج زيت الزيتون، هناك إمكانات تونسية أكثر لأن تسد هذه الفجوات في السوق الأوروبية على الأقل، وأن تأتي بنتيجة مالية جيدة للمستثمر التونسي. بطبيعة الحال في الواقع التغيرات المناخية كأحد أسباب تراجع الإنتاج الإيطالي والإسباني والبرتغالي واليوناني، ولكن كذلك أصيبت الزيتونة الإسبانية والإيطالية ببعض البكتيريا وهي تعاني معناها تحديات صحية، وتتقدم الزيتونة التونسية صامدة برغم كل الظروف المناخية في تونس القاسية، لكن الزيتونة التونسية تبين وثبت أنها أكثر صمودا من بقية الأنواع الأوروبية، وهي فرصة في الواقع لتونس لتتقدم و تلتقط أنفاسها، لأن الوضعية لسنوات عديدة ليست متوازنة بين العلاقة بين يعني زيت الزيتون التونسي الذي حقق في عديد المرات المرتبة الأولى عالميا وهو يتراوح بين المرتبة الأولى والثالثة واستقر في المرتبتين عالميا، ولكن عديد الموردين أو عديد المستهلكين في العالم لا يعلمون أن المصدر الأصلي لذلك الزيت، لذلك الذهب الأصفر والبترول الأصفر، أنه تونس. طيب، على ذكر التغيرات المناخية التي حدثت في بعض الدول وأثرت على إنتاج الزيتون فيها، أظن أيضا أن المزارع التونسي يحتاج إلى دعم من الحكومة حتى يستطيع أن يحافظ على ثروته من هذه الشجيرات التي تدر ذهبا كما تفضلت، وعلى إنتاج زيت الزيتون التونسي أيضا. هو حلقات كاملة لازم أن تكون متكاملة باتجاه عنوان أساسي وهو تدشين سلسلة القيمة. تدشين سلسلة القيمة يمكن كل الحلقات المتصلة من الإنتاج إلى التسويق تكون منسجمة وتدعم الفالير أجوتي أدد فاليو، القيمة المضافة موجود. القيمة المضافة الخلل موجود ليس في زيت الزيتون فحسب، في عديد المنتجات المهمة والاستراتيجية أنها تصدر خاما، وهذا لا يمكن للدولة المنتجة برغم أنها في المراتب الأولى ولسنوات ولعشرات السنوات، لأنها لا تستفيد من العائدات بما يكفي.
يعني استفادت في ظروف طارئة، لأن الأسعار ارتفعت في العالم، وارتفعت لأن المنافس الأوروبي يواجه تحديات. لا يمكن أن تبقى تونس حديقة خلفية لمد ولإسناد المنافس الإسباني والفرنسي والإيطالي واليوناني، ثم تعلب الزيوت وتخرج للعالم باسم الإيطالي وباسم الإسباني، ولا أحد يعرف أن ذلك الزيت الرفيع إكسترا فيرجن والفيرجن أنه تونسي. وعليه العنوان الأساسي أن تخترق العالم with your label, with your own label، مع بعلامتك التجارية على الأقل. لكن دكتور، بعلامتك التجارية دكتور الحبيب، يعني الشجيرات الزيتون تحتاج إلى عمر كثير حتى تنبت وتثمر، لكن في ظل التغيرات المناخية التي أثرت على محاصيل أخرى، هل تخشى أو تتوقع أن يذهب المزارعون في تونس للتوسع في إنتاج الزيتون مثلا على حساب محاصيل استراتيجية أخرى مع هذه المكاسب التي قد تكون مغرية للبعض؟ نرجع لسؤالكم ونوضح بالتفاصيل أن الفلاح أكبر يواجه تحديات كبيرة، وهو يجبر على بيع المنتوج يعني على رأس الشجر، يعني ما يعني لأنه يجهل، ليست لديه إمكانات، ويجهل مسالك التوزيع المحلي والدولي، فيحاول أن يتخلص باكرا من المنتوج، وعليه وعلى ثم ليست له إمكانات الدعم البنكي، ثم لا تقع عدد جدولة ديونه، ثم لا يمكن من 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 عديد عمليات الإسناد في النقل في اللوجستيك، وليس له علم بكيف توقع عملية توطين التكنولوجيا. كل ذلك هو دور الدولة بلا شك أن تنتبه إلى قطاع استراتيجي، يعني 1.6 مليار دولار كنا ولا زلنا نتناقش مع البنك الدولي على مبلغ 1.9 مليار دولار. يعني تلاحظ أنت أن الكمية صغيرة، يعني 190 ألف طن، وتونس تستطيع أن تصل إلى 500 ألف طن، وتستطيع أن توفر للمستهلك الداخلي حدود 100 ألف طن بدل 30 ألف طن، والأسعار باستطاعتها أن تصل إلى المستهلك التونسي بأخف الأضرار، وتربط الدولة باستطاعتها أن تربط المنتج الفلاح بحلقة التصدير، بحلقة التسويق المحلي والدولي بطريقة منسجمة، وتعدل في ذلك السعر بين السعر المحلي والدولي، وتمكن الجميع يعني من 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 هامش ربح معقول ومشجع، وبذلك يستطيع هذا القطاع الحيوي أن يتطور أكثر وأكثر. والحمد لله برغم كل الظروف وبرغم كل الصعوبات، فإن التونسي كمستهلك وكفلاح متشبث بالزيتون، وداخل في الثقافة وفي الحضارة التونسية، بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلل لا الفلاح ولا التونسي على زيت الزيتون. ضيفنا من تونس الدكتور الحبيب عويلي، الباحث والاستشاري الاقتصادي التونسي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.